الحقيقه فرق المهرجانات انتشرت بشكل كبير جدا في مصر، نقول تقريبا من 5 سنين. النهارده معظم الافلام بتستعين باحدى هذه الفرق لغناء اغنيه الفيلم او بعض الاغاني داخل الفيلم. يسعدني ان يكون معايا الفرقه اللي قدمت اغنيه فيلم دعدوش، فرقه العصابه. بقول لكم اهلا بيكم والف مليون مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك في حضرتك حبيبي. شكرا. اتعرف بقى عليكم بعد اذنك. بيشا واسلام التركي. اهلا وسهلا بيك. ده اول فيلم بتشاركوا فيه ولا كان فيه قبل؟ عملنا افلام كتير، زي القشاش وجمهوريه امبابا وواحد صعيدي ورئيس جمهوريه نفسه والبرنسيسة وفيلم البر الثاني لسه نازل من يومين برضو ودعدوش اهو. ما شاء الله عليكم، ده انتوا مكسرين الدنيا. طب قول لي بقى النيو لوك الجميل اللي انت عامله ده، يعني هل بتبقى حريص انك انت تعمل كاركتر لنفسك ولا دي شخصيتك الحقيقيه؟ لا، هي دي شخصيتي الحقيقيه. هي دي شخصيتي. طب وانت؟ انا على طول كده في تغيير بقى كاركترات. مؤديه كاركترات انا. طب قولوا لي، لما اتعرض عليكم الفيلم هل عملتوا له اغنيه مخصوص ولا دي كانت اغنيه جاهزه عندكم وانتوا وظفتوها للفيلم؟ لا، هو طبعا يعني اول ما كلمونا عن فيلم دعدوش وبيتكلم عن داعش بس بطريقه كوميديه ساخره يعني وكده. واسم المهرجان ايه؟ دعدوش على اسم الفيلم. وبعدين احنا قرينا سيناريو وطلعنا منه طبعا اللي هو هنعمل الكلام اللي هنعمل عليه الاغنيه وكده. تكتبوا الكلمات المهرجان؟ احنا اللي بنكتبها وبنلحنها وكده. بس اوضح لكل الساده المشاهدين ان مهرجان يعني اغنيه. ايوه، هو كل اغنيه بتعملوها اسمها مهرجان. اسمها مهرجان. ايوه. طيب تسمعني كده حته من المهرجان؟ سمعونا مع بعض. ماشي. ما تصدقوش يا شباب ان الدواعش راحه، وما تزعلوش يا شباب كلامنا بصراحه. ما تصدقوش يا شباب ان الدواعش راحه، وما تزعلوش يا شباب كلامنا بصراحه. كده بقى عشان الناس تسمع الاغنيه. جميل ده. بس اللحن ده اغنيه شهيره اللي هي بتاعت ما تصدقوش يا بنات ان الجواز راحه. ايوه، بس احنا يعني ايه، فرقه المصريين. ايوه. لا مش يعني فرقه العصابه، بس احنا فرقه العصابه. عصابه مصريين برضو. عشان عصابه لطشتوا اللحن بقى منهم. ايوه. انا بشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق. شكرا، وشكر خاص لقناه الشرقيه طبعا، وشكر خاص لحضرتك وكل موجودين.